عسلامة ومرحبا بكم. اليوم مانيش باش نقدم لكم وصفة، اليوم باش نحكيو على موضوع مهم، موضوع حب الشباب. المشكل هذايا يمثل مصدر ازعاج يومي للبنات والاولاد. يوصل الامر بيهم انهم يحسوا بازعاج نفسي. اليوم حبيت نحكي عن الموضوع هذايا لانه يخص اولادنا وبناتنا، والاستعمالات الخاطئة اللي يستعملوها في علاج حب الشباب، معناتها علاج يستعملوها في المنزل، علاج العلاجات المنزلية. كما احنا نعرفوا كل دار نقاو فيها الأعشاب، الكليل، القرفة، يحاولوا انهم يستعملوها كغسول يومي يغسلوا بها الوجه، وهذه استعمالات خاطئة على خاطر معناتها عندها انعكاسات سلبية على البشرة. زادا فما شكون يستعمل الصابون الاخضر المنزلي، نعرفوه احنا هو مطهر ومعقم، نستعملوه في غسل الملابس، نستعملوه في غسل اليدين، لكن ما يجيش لي غسل الوجه، معناتها عنده انعكاسات زادة سلبية. معناتها ماذا بينا نبعدو على معناتها على الأشياء هذه اللي احنا نستعملوها في المنزل. مثال تجيك صديقة واللي صديق واللي جارة تقول لك انا استعملت معناتها غسول الكليل واللي الزعتر واللي القرفة واللي ورق الغار واعطاني نتيجة، معناتها هذه كل استعمالات خاطئة، معناتها تجم تضر بالبشرة متاعك. وزاد فما خطأ كبير يستعملوه البنات، وكنا هو احنا نعرفوه، البنات اللي عندها حب الشباب باش تحاول انها تغطيه باش معناتها ما يظهرش على البشرة، انها تفرط في استعمال كريم الاساس اللي هي الفوندوتان، وهذه معناتها خطأ كبير. ولذلك لتفادي هذه المشاكل، معناتها لتفادي هذه المشاكل كلها، معناتها يلزمنا نتصلوا بطبيب مختص في الامراض الجلديه، معناتها هذا انسب حل وخير. وهو فما زاد خطا كلنا نستعملوه، مثال صديقه تجي تقول لك انا مشيت طبيب جلديه واعطاني الكريم هذا الخاص بالجلده، احنا اش نعملو؟ ناخذ العنوان الكريم من عندها وبسرعة نشتريه ونطبق على الوجه، لكن احنا نسينا شيء مهم اللي احنا كل انسان وعنده البشرة الخاصة به، فما اللي عنده الجلدة الدهنية واللي عنده الجلدة الجافة، معناتها احنا كلنا نقع في معناتها في هذا الخطأ الفادح. ولذلك كل واحد معناتها يزمه يمشي للطبيب الجلدية، وعلى الضوء هذا معناتها يعطيه الدواء المناسب للجلدة متاعه، كون هي جلدة دهنية واللي جلدة جافة. والأطباء الجلدية نصحونا في معناتها في معالجة حب الشباب بطرق بسيطة وسهلة. أولها غسل الوجه يوميا بغسول غسول يكون خاص بالبشرة متاعك، كون كانت دهنية واللي جافة، ونستعملوا الغسول معناتها نغسلوا به الوجه كل يوم مرتين في اليوم. وكذلك فما مرطب، كريم مرطب خفيف كيف كيف زادة مختص كل واحد والجلدة متاعه الدهنية او الجافة، نستعملوه كل يوم. ونصحونا معناتها كذلك باستعمال الواقي، واقي ضد الشمس، خاصة نعرفوا اللي احنا قادمين على فصل الصيف وتكون فيه اشعة الشمس معناتها حارة وتضر بالجلدة متاعنا، معناتها يجب استعمال
واقي الشمس، وهو عنده أهمية كبيرة. وزاد أوصى البنات بعدم الإفراط في استعمال الكريم الأساسي اللي هو الفوندوتان. إن شاء الله أني عرفت أني نوصل لكم بعض المعلومات، وما بقى لي توا كان مش نقولكم بالسلامة، ونتلقاو إن شاء الله في موضوع آخر.